أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في توحيد التيمية الجسمي الأسطوري، ووصلنا إلى الأسطورة 18، الأسطورة 18. الرؤيا الصادقة كفلق الصبح فأين ربكم الأمرد؟ الرؤيا الصادقة كفلق الصبح فأين ربكم الأمرد؟ عندي شواهد عديدة نذكرها إن شاء الله. أولا، والشاهد الأول، البخاري التفسير سورة العلق، يقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصادقة في النوم. إذن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو؟ الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه، أي يتعبد فيه. الشاهد الثاني، مسلم الإيمان، والبخاري بدء الوحي، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، والرواية الأخرى الرؤيا الصالحة. إذن كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه. إذن التفت جيدا، الرواية الأولى ماذا قالت؟ كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصادقة في النوم. الرواية الثانية ذكرت السيدة عائشة عنوان الوحي، قالت أو ماذا قالت في الرواية الثانية؟ كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي، من الوحي الرؤيا الصادقة. إذن رؤيا النبي الصادقة الصالحة من الوحي، هذا نص السيدة عائشة رضوان الله عليها. التفت جيدا، أنا أريد أيضا أن أؤسس هنا بأن خط الصحابة، خط أم المؤمنين عائشة، غير خط التوحيد التيمي الأسطوري الخرافي. وهم ليس عندهم المهم الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث أو حتى معاوية وباقي الأمراء من بني أمية وآل مروان، لا، ليس هذا هو الغرض. الغرض عندهم هذا التوحيد الأسطوري الجسمي الخرافي، هذا هو المهم عندهم، هذا هو الذي يقتلون عليه،
هذا هو الأصل والأساس، وهذا هو منبع التغرير بالناس وبالآخرين. كلمة مزوقة، عنوان مزوق، عنوان براق، عنوان خادع، عنوان يغري المقابل ويغرر بالمقابل، فيغرر به فيقتل الآخرين تحت هذا العنوان. ما أحلى وما أروع وما أقدس عنوان التوحيد، وما أردأ وأسوأ وأقبح وأكثر عنوان ومن عنوان الشرك. إذن توحيد مقابل شرك، فكيف لا يهتم هذا الذي يعتقد أنه واحد، كيف لا يهتم لقتل الآخرين وذبح الآخرين وسفك دماء الآخرين؟ إذن لاحظ في كل الخطوط التاريخية الفقهية العقائدية في خط التوحيد وهو الأساس، عندنا خط الصحابة وأهل البيت سلام الله عليهم، وعندنا في المقابل خط التيمية، خط المكفرين، خط الدواعش، خط التوحيد الخرافي الأسطوري الجسمي. علينا أن نميز بين هذا وهذا، نميز بين خط الصحابة والخط الأموي التوحيدي الجسمي الخرافي التكفيري. التيمي بالتأكيد لأن هو الأساس وهو المنظر لهم. المورد الثالث أو الشاهد الثالث البخاري، التفسير العلق عن عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصادقة أو الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصادقة الرؤيا الصالحة، جاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أيضا رواية وشاهد واضح. المورد الرابع الشاهد الرابع أيضا البخاري، التعبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه. قال ابن عباس: فالق الإصباح، يريد هذا البخاري والراوي أتى بهذا المقطع عن ابن عباس لتفسير ما ذكرته السيدة عائشة، تقول مثل فلق الصبح. يقول قال ابن عباس، والرواية في البخاري، قال ابن عباس: فالق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. هل يوجد شك في ضوء الشمس بالنهار؟ هل يوجد شيء في ضوء القمر بالليل؟ لا يوجد شك. فبهذا اليقين، بهذا الوضوح وبهذا اليقين وبهذه التمامية وبهذا العلم والجزم والاطمئنان واليقين تتحقق الرؤيا كما قالت السيدة عائشة. قالت: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أقول: فأين رب التكفيريين الشاب الأمرد من فلق الصبح كضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل؟ أقول: فأين رب التكفيريين الشاب الأمرد من فلق الصبح كضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل؟ فهل ينكر التيمية هذه الأحاديث الصحيحة ويسقطونها حتى من مسلم والبخاري، أو أنهم يعترفون ويقرون بأنهم على نهج شيخهم ابن تيمية، يقولون ويصرحون ويؤكدون أنها رؤيا حقيقية في العين في اليقظة، ويصرحون ويؤكدون أن رؤيا الرب الشاب الأمرد الجعد كانت في اليقظة، وعبثا حاولوا إنكارها. هل سيقولون بهذا؟ هل يسقطون الروايات حتى من مسلم والبخاري؟ أم أنهم سيلتزمون بما التزم به شيخهم ابن تيمية وباقي أئمة التوحيد الجسمي الخرافي، ابن تيمية ومشايخ ابن تيمية وأئمة ابن تيمية؟ إذن محاولة القول بأنه في النوم لا ثمر فيها في التدليس والخداع وحرف الأنظار والأفكار عن الأصل، عن الأساس، عن الفساد في
التوحيد الأسطوري. ونحن ذكرنا سابقا قلنا أي تمثيل أي تشبيه أي جسمية فهي غير مقبولة لا عقلا ولا شرعا، سواء كانت في المنام في اليقظة في حالة المعراج أو في الآخرة أو في أي وقت من الأوقات، لا فائدة في هذا المكر والخداع في طرح الأمور. وسيأتي كلام إن شاء الله يتعلق به هذا الأمر. أسطورة 19 أسطورة 19 أين ربهم أبو النعلين، أبو النعل أو أبو النعلين يعني تكررت الروايات، أو أبو النعال نحن بالمصطلح يقال بالعامية نقول أبو النعل، أين ربهم أبو النعلين من تصديق وتأويل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في الأسطورة السابقة تيقنا بأن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي كفلق الصبح، رؤيا النبي عبارة عن وحي لا شك فيها، لا اختلاف لا خلاف فيها، لا مخالفة للواقع بأي خصوصية وبأي صغيرة من الصغريات، لا يوجد أي اختلاف، مطابقة تامة كفلق الصبح كما عبرت أم المؤمنين عائشة. إذن رؤيا النبي الصادقة، رؤيا النبي الصالحة، رؤيا النبي كفلق الصبح، رؤيا النبي من الوحي، وانتهى الأمر. نأتي إلى أسطورة 19 كما بينا وذكرنا، قلنا أين ربهم أبو النعلين من تصديق وتأويل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عندي في البخاري التعبير، أيضا عندي عدة موارد أو شواهد، البخاري التعبير عن سمرة ابن جندب، عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا، إذن يسأل عن رؤيا عن الرؤى حتى يفسر حتى يؤول حتى يبين. يقول سمرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحدكم هل رأى أحد منكم من رؤيا. قال سمرة فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال صلى الله عليه وسلم ذات غدات بادر النبي صلى الله عليه وسلم من ذاته حكى. قال إذن يسأل عن الرؤى فتحدث بهذا، يسأل عن الرؤى فأتى بهذا الكلام، يسأل عن الرؤى فقال هذا الحديث. إذن في مقام أين؟ في مقام الرؤى، في مقام يسأل الصحابة عن الرؤى عن من شاهد من رؤيا فيسمع منهم فيقصون عليه. يقول وإنه قال أي صلى الله عليه وسلم قال ذات غدات إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني، أي أيقظاه من نومه، وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه. إلى أن يقول قلت أي صلى الله عليه وسلم قلت صلى الله عليه وسلم لهما سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. إلى أن يقول قلت صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه رجال ونساء عراة، طبعا يوجد نقاط أنا فقط اقتطعت المقتبس المفيد هنا، فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. إلى أن يقول قلت صلى الله عليه وآله وسلم لهما ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر. قلت صلى الله عليه وآله لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أن ترى، كريه المنظر كريه
الهيئة، كريه الرؤية، كريه الشكل، كريه الصفات، كريه الخلق. يقول فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترائه. قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة قلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة، قال لي ارق فيها، فارتقينا فيها، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، طابوق من ذهب وطابوق من فضة، بلوك من ذهب وبلوك من فضة. فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال هذاك منزلك. قلت لهما صلى الله عليه وآله وسلم، يقول قلت لهما بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال أما الآن فلا، وأنت داخله، في المستقبل ستدخل هذا، أما الآن فلا وأنت داخله. قلت صلى الله عليه وآله وسلم فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ شاهد مواقف، شاهد حالات، شاهد أمورا، شاهد أوضاعا، شاهد أشخاصا، شاهد عقوبات، عذابات، شاهد عجبا. هل تترك هذه الأمور؟ لاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن قلنا يسمع الرؤيا فيؤول ويفسر الرؤيا، لا يترك الصحابة في شك وريب وفراغ وتغيير وجهل، لا يتركهم سلام الله عليه. وهنا عندما أتى بالرواية، رواية طويلة اقتطعنا منها، فرأى هذه الحالات فسأل عن هذه الحالات. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عما رآه، يستفهم عما رآه، يريد تأويل وتفسير ما رآه، فكيف باقي الناس؟ كيف الصحابة؟ وكيف باقي الناس من أمثالي وأمثال الآخرين؟ كيف بأتباع التيمية المغرر بهم؟ ألا يحتاج هؤلاء إلى السؤال بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفسير والتأويل لما رآه؟ ألا نحتاج إلى تفسير وتأويل الشاب الأمرد؟ فلماذا تركت الرواية بدون تفسير وبدون تأويل؟ لماذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتأويل هذه الرواية، بتأويل ما شاهده من الشاب الأمرد على تلك الحالات وبتلك المواصفات الخرافية الأسطورية؟ يقول صلى الله عليه وسلم قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال أما إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، ويذكرون ما هي الحالة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه فهو كذا وكذا وكذا، أما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في كذا وكذا، أيضا يأتون بتفسير وتأويل ومعنى هذا الأمر، وأما الرجل الكريه المرآة أيضا يذكرون له ما هو التفسير، وأما الرجل الطويل فكذا وكذا، وأما الولدان فكذا، إلى نهاية الرواية. الشاهد الثاني البخاري الأذان. قال أبو سعيد الخدري اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 الأول من رمضان،
اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه إلى أن يقول الخدري. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر، فإني أريت ليلة القدر. أنقل إلى نص الرواية: وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر. يعني اعتكف العشر الأولى، اعتكف العشر الثانية، كان يعتقد بأن بأن ليلة القدر في العشر الأولى، في العشر الأول، بعد هذا اعتقد أنها في العشر الثانية، وهكذا إلى أن تيقن أنها في العشرة الأخيرة. الآن رؤيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عنده علم مسبق بأن ليلة القدر في رمضان. الآن هل هي في العشرة الأولى أو في العشرة الثانية أو في العشرة الثالثة؟ اعتكف في الأولى وفي الثانية، فتبين له بأنها ليست في هذه العشرة ولا في هذه العشرة. حصل عنده علم أنها في العشرة الأخيرة. يوجد قرينة مع هذا العلم وهذا الاعتقاد وهذا الانكشاف. إذن قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر. اتفق جيدا. إذن الآن هذا اللي نقول بأنه التأويل الأول: العشرة الأولى، العشرة الثانية، ثم العشرة الثالثة. هو عنده علم مسبق ويلزم بأنها في رمضان. الآن تحدثنا عنه أني نسيتها، قلنا كان يتوقع أنها في العشرة الأولى، ثم توقع أنها في العشرة الثانية، ثم جزم في أنها في العشرة الثالثة. هذا أولا هذا حكينا عنه. الآن التفسير الآخر المحتمل الآخر، أنه قلنا مع التسليم بأن الرواية صحيحة وأن هذا المقطع وأني نسيتها هو تام، مع التسليم بصحة ما ذكر. الآن عن أي شيء يتحدث؟ قال وأني نسيتها. يقول أريت ليلة القدر، أي أنها في العشرة الأخيرة. هذا الذي شاهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه يعلم بأنها في رمضان ولم يخبر أنها في رمضان. فهو اعتكف العشرة الأولى واعتكف العشرة الثانية، وحسب ظهر رواية أن الأصحاب قد انصرفوا، أو يوجد من الأصحاب من انصرف من الاعتكاف. حتى هنا تبين النبي أوحي إليه بأنها في العشرة الأواخر. في هذا المقام الآن نقول لم ينسى في الأولى، لم ينسى في الأولى ولم ينسى في الثانية. لاحظ أيضا يوجد دقة في الرواية، يقول وإني، لم يقل وإني نسيتها، وإنما يقول وإني نسيتها، أي عن قصد، بجعل تكويني قد نسي سلام الله عليه. إذن الأصل عدم النسيان. التفت جيدا، الأصل عدم النسيان، هذا هو الأصل. وبخلاف الأصل يحتاج إلى نص، إلى دليل، إلى تصريح. التفت جيدا. فهنا صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني نسيتها. نسي عن أي شيء؟ قال أعلم أنها في العشر الأواخر، لكن الله سبحانه وتعالى قد نساني في أي ليلة منها، لكن الذي أعلم أنها في العشر الأواخر في وتر. هذا هو المقصود من نسيتها، هذا الاحتمال الثاني. فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. قال الخدري وكان سقف المسجد جريد النخل، ما نرى في السماء شيئا، لا يوجد أي غيم، لا يوجد أي غمام، لا يوجد أي شيء يدل على المطر وعلى نزول المطر وعلى احتمال نزول المطر، لا يوجد أي شيء. يقول وما نرى في السماء شيئا. التفت، لكنها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، إنها الصادقة الصالحة، إنها من الوحي، كيف تطبق؟ بمشيئة الله. يقول وكان سقف المسجد جريد، جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وآله
آله وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرنبته أي طرف أنفه تصديق رؤياه. التفت. إذن لابد من التصديق. أين التصديق يا تيمية؟ أين التصديق يا أتباع تيمية يا من غر بكم؟ التفتوا لأنفسكم، أين التصديق؟ أين تصديق رؤياه عندما رأى الشاب الأمرد؟ الشاهد الثالث البخاري التعبير عن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أبي بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين أي دلو دلو كبيرة إذا كان فيها ماء. يقول رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أي دلوا كبيرا فيه ماء فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غربة أي استحال الدلو إلى دلو عظيم دلو ضخم دلو كبير جدا من دلو كبير من دلو كبير إلى دلو عظيم كبير جدا. والكلام في رواية البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غربة أي استحالت إلى دلو عظيم إلى دلو كبير جدا من دلو كبير إلى دلو كبير جدا إلى دلو عظيم. ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غربة فما رأيت من الناس يفري فريه أي لم أرى من الناس وما رأيت من الناس من يفعل فعله فما رأيت من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن أي حصل الخير أي الإبل تروى وتروي ثم تبرك حول الماء أي اتساع الخير اتساع الأراضي اتساع الفتوحات. يقول حتى ضرب الناس بعطن أي بدأت الناس بدأت تسوق الإبل من الخير وتروى وتروي الإبل ثم تبرك حول الماء لكثرة الخير. لاحظ التفت جيدا مع تمامية قلنا مع تنزل بصحة الرواية والتسليم بصحة الرواية وبصحة ما جاء فيها فهذا وكما يفسرون كما يقولون في هذه الرواية يقولون هذا المعنى قد طبق فعلا وصدق فعلا على الأرض. هذا يفسر ما حصل في خلافة الخليفة الأول وما حصل في خلافة الخليفة الثاني هذا واقع الحال انطبق وتصدق وصدق 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 على الواقع وفي الواقع. رابعا الشاهد الرابع مسلم الرؤيا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيها أليف وباء وجيم قال صلى الله عليه وآله وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. يقول فذهب وهلي أي تصوري أو وهمي أو فكري فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب. إذن شاهد رأى في المنام أنه يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فصدق الرؤيا فصدق الرؤيا فصدق الله الرؤيا فإذا به صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة إلى المدينة يثرب التي فيها نخل. يكمل النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ إذن ذكر الرؤيا ويفسر الرؤيا قال فإذا هي المدينة يثرب. يقول ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد جيم ثم هززته أخرى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. إذن يذكر الرؤيا ويذكر التأويل والتفسير دال ويقول صلى الله عليه وسلم ورأيت فيها في نفس الرؤيا ورأيت فيها أيضا بقرة والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد
وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر. قال ورأيت فيها أيضا بقرة والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد. وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر. إذن انتهت الرواية في مسلم الرؤيا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا فيها عدة مواقف عدة أحداث وأتى بتأويل كل واحدة منها بتفسير كل واحدة منها. الشاهد الخامس البخاري التعبير عن عبد الله بن عمر في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة قال صلى الله عليه وآله وسلم رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة فتأولتها أن لا هذا النبي يكمل النبي يقول لم يترك الرؤيا سائبة في شك بدون تفسير بدون تأويل وهذه رؤى عادية كيف رؤيا الرب الشاب الأمرد الوفر القطط الجعد. يقول حتى نزلت بمهيعة فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة. يقول البخاري يقول وهي الجحفة أو الراوي يقول وهي الجحفة. الشاهد السادس البخاري المغازي قال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أنا نائم أريت أنه وضع في يدي السواران من ذهب ففضعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك القضية متركة لم يترك القضية مبهمة ولا مهملة التفسير المباشر قال فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. أقول هذه هي تصديقات وتفسيرات وتأويلات نبينا الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله والأنبياء الصلاة والتسليم. فأين تصديق وتأويل وتفسير نبيكم رسول الرب أبو نعلين لرؤياه لربه جعدا قططا شابا أمرد عليه نعلان من ذهب إلى آخر ما ذكروه. قال إمام التوحيد اليقين التوحيد اليقين قال إمام التوحيد اليقين عليه وعلى الرسول وآله صلاة التسليم لا يجري عليه السكون والحركة وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه ويحدث فيه ما هو أحدثه. إذا لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنهه ولم تنع من الأزل معناه ولكان له وراء إذ وجد له أمام وللتمس التمام إذ لزمه النقصان وإذا لقامت آية المصنوع فيه وإذا تحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليه. هذا الكلام أين يصرف وأين يقبل به التيمية جماعة التوحيد الأسطوري سلام الله على علي لاعتبر علي من المرتدين من الوثنيين من المعطلة من الجهمية لقتل علي سلام الله عليه لذبح علي كما فعلوا به وأجروا عليه الحد والقصاص بتحريك ابن ملجم لعنه الله. قتل علي لمخالفته التوحيد التيمي الأسطوري الخرافي. يقول عليه السلام لم يلد فيكون مولودا ولم يولد فيصير محدودا جل عن اتخاذ الأبناء وطهر عن ملامسة النساء لا تناله الأوهام فتقدره ولا تتوهمه الفطن فتصوره ولا تدركه الحواس فتحسه ولا تلمسه الأيدي فتمسه. بالله عليكم أليس هذا التعريف وتوضيح وتشخيص دقيق؟ أليس هذا قمة التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى؟ لكن ماذا يقول التيمية فارغو العقول الذين ليس في رؤوسهم إلا الحجارة الصماء يعتبرون هذا من التعطيل
يعتبرون هذا من عبادة العدم، من عبادة المعدوم، أقول فارغة متحجرة، ولا يتغير بحال، ولا يتبدل في الأحوال، ولا تبليه الليالي والأيام، ولا يغيره الضياء والظلام، ولا يوصف بشيء من الأجزاء، ولا بالجوارح والأعضاء، ولا بأرض من الأعراض، ولا بالغيرية والأبعاض، ولا يقال له حد ولا نهاية ولا انقطاع ولا غاية، ولا أن الأشياء تهويه فتقله أو تهويه، أو أن شيئا يحمله فيميله أو يعدله. إذن لا يقال أن شيئا يحمله. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذا الكلام أن يجري مع التأنية الذين يقولون يجلس على العرش ويترك مسافة ويترك بعض المكان لجلوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنبه. أين هذا الكلام وأين كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أسطورة 20: من رأى الله في المنام فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به ولا بصورته. من رأى الله في المنام فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به ولا بصورته. البخاري: التعبير عن أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. هذا في البخاري كتاب التعبير. الشاهد الثاني: مسلم، الرؤيا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ثالثا: مسلم، الرؤيا. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في النوم فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. أقول هنا خطوات: ألف وباء وجيم ودال وهاء وواو. ألف: تبين مما سبق صحة حديث أنه من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل ولا يتخيل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتخيل ولا يتمثل في صورة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. باء: بالأولوية القطعية، فإن من رأى الله في المنام فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل ولا يتخيل بالله، ولا يتخيل ولا يتمثل في صورة الله. هذا بناء على ما يقولون، بناء على التسليم، بناء على التنزل والتسليم بما قالوا بأنه قد رأى الله. إذن أقول: بالأولوية القطعية، فإن من رأى الله في المنام فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل ولا يتخيل بالله، ولا يتخيل ولا يتمثل في صورة الله. خطوة جيم: وعليه يكون النبي رسول التيمية التجسيمي قد رأى ربه الشاب الأمرد ولم ير الشيطان، لأن الشيطان لا يتمثل ولا يتخيل بالله، ولا يتخيل ولا يتمثل في صورة الله. إذن استدلال واضح، مقدمات تامة، وقياس وهيئة قياس تامة، والنتائج تكون تامة، تكون يقينية. إذن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل به. إذن بالأولوية من رأى الله سبحانه وتعالى فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل به. ونبي التيمية رسول التيمية التجسيمي قد رأى ربه الشاب الأمرد. إذن هو رأى الدجال أو رأى ربه الشاب الأمرد؟ من رأى ربه فقد رآه، إذن رأى الشاب الأمرد. خطوة دال: يوجد استفهام جوهري هنا، وهو إذن هنا عندما أقول في المقدمة الثالثة فقد رأى ربه الشاب الأمرد، إذن هذا ربه، إذن هو شاب أمرد، وفرة جعد قطط عليه نعلان في خضرة موقر موفر إلى آخر ما ذكروه. فتأتي تلك الاستفهامات السابقة ويثبت عندكم وعند كل عاقل سفاهة وفحش التمثيل والتشبيه والتجسيم عند التيمية مدعي التوحيد الأسطوري. أقول دال: خطوة دال، يوجد استفهام جوهري هنا، وهو أن قاعدة من رآني نتصورها
في الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، من حيث أن الصحابة قد شاهدوه صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون عندهم صورة واضحة له عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فيمكنهم تمييز ما رأوه في المنام، وهل هي نفس الصورة الخارجية التي شاهدوها وحفظوها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت نفس الصورة فيقال أن الرأي قد شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يتمثل به. ها خطوة ها. لكن ما بعد عصر الصحابة عليهم السلام، الأجيال التي لم تشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أين للرائي صورة الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم حتى يصدق أن ما رآه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واو، أي خطوة واو. والمعضلة والخرافة والأسطورة الأكبر والأعظم هي أنهم من أين للناس والأنبياء والمرسلين وخاتمهم الهادي الأمين عليهم الصلاة والتسليم صورة الله الخارجية حتى يطبقوا عليها صورة الشاب الأمرد الذي رأوه في المنام، حتى يقال هو نفس صورة الله، فيكون الرأي قد رأى الله، لأن الشيطان لا يتمثل ولا يتخيل بالله. خطوة زاي، صار واضحا أن القضية ما ندخله فإنها لا تخلو من أولا، إما يكون الرأي قد رأى الله السابقا بالعين حال اليقظة، وصارت عنده صورة الله يعرفها ويحفظها في ذهنه، إما أن يكون الرأي قد رأى الله سابقا بالعين حال اليقظة وصارت عنده صورة الله يعرفها ويحفظها في ذهني، فيطبق ما رآه في المنام على صورة الله التي في ذهنه، فإذا كانت الصورة مثلها فقد رأى الله، ويصح منه أن يقول لقد رأيت الله شابا أمرد وفرة جعدا قططا إلى آخره. هذا قلنا فإنها لا تخلو من إما وإما، من أولا ثانيا، وإما أن الرأي لم يكن قد رأى الله سابقا وليس عنده صورة الله، فإذا ادعى أنه قد رأى الله في اليقظة أو في المنام فهو كاذب، وأن ما رأى هو الشيطان أو الدجال وليس الله تعالى الله عما يقول مجسمة الشاب الأمرد. فيا ترى ماذا سيختار الشيخ ابن تيمية، بل ماذا سيختار أتباع التيمية الذين يحاولون عبثا التبرير لشيخهم بنفي رؤية الله في اليقظة؟ فهل سيختارون رؤية الله في اليقظة، أو سيختارون رؤية الشيطان في المنام فتسقط الرواية من أساسها؟ إذن فيا ترى ماذا سيختار الشيخ ابن تيمية، بل ماذا سيختار أتباع التيمية الذين يحاولون عبثا التبرير لشيخهم بنفي رؤية الله في اليقظة؟ فهل سيختارون رؤية الله في اليقظة، أو سيختارون رؤية الشيطان في المنام فتسقط الرواية من أساسها؟ ها خطوة ها. فما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ير الله خارجا ولا يمتلك صورة شخصية لله، فإنما رآه الشيطان، وإذا كان قد رأى الشيطان فلا يمكن ولا يعقل أبدا أن يكذب علينا أو يختلط عليه الأمر فيقول رأيت الله وهو قد رأى الشيطان، فأي رسالة وقرآن وتبليغ يبقى إذا كان لا يفرق بين الله وبين الشيطان؟ نتيجة فاسدة جدا ومستحيلة، ولا تندفع إلا بالجزم بسقوط وبطلان روايات الرب الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط. وهنيئا لعقولكم المتحجرة يا تيمية، يا جماعة التوحيد الأسطوري الخرافي، يا أيها المارقة، يا من يقتل الناس على شبهة على افتراء، أنتم أحق بأن تقتلوا بسببه، يا مجسمة يا مشبهة. نحن لا ندعو للقتل، لكن بناء على ما يقومون به نقول من أنتم أحق بأن يقام عليكم الحد والقصاص والقتل وما تقومون به، أنتم أحق به. أسطورة 21، أسطورة 21، الأمرد يمهد للدجال وعلاج العين العوراء. الأمرد يمهد للدجال وعلاج العين العوراء.
أقول ليس بغريب أن يأتي المجسمة معطلة العقل بتأويل لرؤية الرب، لكن أي رب؟ هل الرب البشري الجسمي الأمرد الذي يشبه الدجال ويماثله ويطابقه في كل شيء إلا العين اليمنى، أو هو الرب الأعور الدجال الذي يشابه ويماثل ويطابق رب المجسم الأمرد في كل شيء إلا العين اليمنى؟ وبهذا الفكر التيمي المارق تنفتح كل أبواب التدليس والمكر للأعور الدجال، وسيسخر كل إمكاناته وقدراته فيجري عملية جراحية لعينه اليمنى، حتى لو اضطر لزراعة عين يمنى فتتم المشابهة والمماثلة والمطابقة. فالنبي الذي رأى ربه بعد أن تمت المشابهة والمماثلة والمطابقة، فهنا يأتي الاستفهام أو يأتي استفهام، فالنبي الذي رأى ربه كيف ميز بين الرب الأمرد الأصلي والرب الدجال الذي ذهب عوره بعد إصلاحه؟ وكيف سيميز الناس وكيف سيميز الناس آخر الزمان بين الأمرد الرب الحقيقي الأصلي وبين الرب المزيف الدجال الذي سيجري كل عمليات التجميل والجراحة كي تكون المماثلة والمطابقة تامة من الرب الأمرد أو مع الرب كي تكون المماثلة والمطابقة تامة مع الرب الأمرد الأصلي؟ ولماذا لا يعمل مارقة التجسيم على تصنيع جهاز فحص الأرباب على غرار جهاز فحص العملة ليس بمزحة؟ أقول لماذا لا يعمل مارقة التجسيم على تصنيع جهاز فحص الأرباب على غرار تصنيع جهاز فحص الأرباب جهاز فحص الآلهة على غرار جهاز فحص العملة ويباع على الناس كي يستخدم للتمييز بين الرب الأصلي والرب المزيف؟ فليسخروا كل إمكاناتهم وليسخروا كل إمكاناتهم المالية والعلمية والإعلامية من أجل إنجاز هذا المشروع التوحيدي الأسطوري، خط ونخلة وفسفورة، ويقولون نحن الموحدون. هذا الكلام من المهازل، ويقولون نحن الموحدون وغيرنا في ارتداد وشرك وكفر ونفاق، ويقتلونه تحت هذا الافتراء إنا لله وإنا إليه راجعون واستغفر الله ربي وأتوب إليه. أولا البخاري كتاب التوحيد عن عبد الله قال، التفت جيدا، نحن الآن كله كلام ذكرناه مقدمة حتى نصل إلى هذه الرواية، تؤيد ما ذكرناه قبل قليل، تؤيد أن التيمية يمهدون للدجال، تؤيد بأن الدجال إبليس، إذا كان إبليس هو الدجال والدجال هو إبليس، أو كان الدجال غير إبليس، فإبليس والدجال والدجال موجود منذ القدم، موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة النبوية. فالدجال يمهد لنفسه من خلال التوحيد الأسطوري منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. إذن الدجال يمهد، وهو الذي يوجه أئمة المارقة بالتمسك بالتوحيد الأسطوري الذي ذكرناه، الذي يمهد للشاب الأمرد الدجال. إذن البخاري التوحيد عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، أريدكم منكم يشير بيده بإصبعه إلى عينه، لست أنا من أقول، الرواية تقول، طبقوا هذه الرواية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء على هذه الرواية سنقوم بما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال؟ قال إن الله لا يخفى عليكم، الآن إن الأصابع أين أيديكم؟ على عيونكم، وعلى أي عين؟ على عين اليمنى. إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. إذن هذه الحركة ليست على لحو اللغو والمزحة والفكاهة
وإنما هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، هذه سنة لنفعل هذه السنة. يقول إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشارة، التفت إشارة، إشارة خارجية تشخيص تعديل تجسيم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. إذن ما يوجد فيها أي تأويل، إشارة واقعية، إشارة خارجية إلى العين، إلى العين التي في الرأس، إلى العين الجارحة. يقول إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. لا نعرف من أين، من أي عنب هذا، من الشام أو من أيام الخير، من عنب سامراء أو كربلاء أو ديالة أو غيرها من مناطق العراق الحبيبة. إذن يقول، إذن أشار بيده إلى عينه اليمنى وقال إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. الشاهد الثاني، البخاري التوحيد، روايات التجسيم في كتاب التوحيد عند البخاري. البخاري التوحيد، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. التفت جيدا، كل عاقل يسأل نفسه الآن، لما يشير النبي يكلف نفسه ويشير إلى عينه اليمنى، وهنا يؤكد بأنه ينذر من الأعور الكذاب، ويؤكد بأنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور. ماذا يعني هذا؟ لماذا لم يتحدث عن اليد أو عن الرجل أو عن الشعر أو عن الأنف أو عن الفم أو عن الأسنان أو عن الأذن؟ لماذا لم يتحدث عن هذه؟ لأنها مشابهة، لأنها مطابقة. إذن لا، يقول لك لا تشتبه، فالفرق بينهما فقط في العين اليمنى، هذا أعور وهذا ليس بأعور. إذن من هو رب التيمية؟ هو الدجال، هو نسخة من الدجال لكن ليس بأعور، هذا بتعبير آخر، هو الشاب الأمرد الجعد القطط. إذن هو رب التيمية، هو يشبه تماما صورة الدجال إلا في عور العين اليمنى، وانتهى الأمر. هذا تمهيد للدجال أو ليس بتمهيد للدجال؟ الآن تظهر شبهات، ويقال شخص يقول أنا المهدي، سلام الله على المهدي، فأول ما يقال له يوجد مواصفات للمهدي كذا وكذا وكذا، هذه المواصفات الشخصية، الأنف، الشعر، ومواصفات أخرى، مواصفات خارجية، الجوارح، تتحدث عن الجوارح، تتحدث عن شيء خارجي، عن صفة خارجية، وهنا يتحدث عن صفة خارجية، يتحدث عن هذا يشبه هذا، لكن ما هو الفرق بينهما؟ هذا أعور، ليس مطلق العور، وإنما أعور العين اليمنى، حدد وشخص، وذاك الرب ليس بأعور. أسطورة 22، أسطورة 22، أم المؤمنين، نقطتان يعني كلام عنها. أم المؤمنين ماذا تقول؟ ابن تيمية قد أعظم على الله الفرية. التفت جيدا، هذا أيضا هذا شاهد آخر على أن خط الصحابة، سلام الله على الصحابة، خط الصحابة وأهل البيت هو خط النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني عدم فهم، عدم تمامية في بعض الأمور، في فهم بعض الأمور، عدم التمامية في التطبيق، خطأ في التطبيق، هذا شيء، لكن هذا خط هو خط النبي صلى الله عليه وسلم، مع الاحتفاظ بخصوصية النبي وأهل البيت والصحابة وكل من الصحابة حسب منزلته ودرجته. في مقابل هذا يوجد خط المارقة، خط التكفير، خط التيمية، خط التوحيد الأسطوري. التفتوا إلى هذا، هذا هو الخط الأموي. عندما يأتون بحديث للحاكم الأموي المجرم، سلام الله على عمر بن عبد العزيز، عندما يأتون للحاكم المجرم الفاسق مرتكب الكبائر شارب الخمر، عندما يأتون إليه بحديث يقول ويفيد ويفهم المقابل ويفهم منه الحاكم بأنه الأصل هو التوحيد، فمن وحد الله دخل الجنة منع من العذاب وإن زنى
وإن لاط وإن شرب الخمر وإن قتل وإن 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 وإن. ما أحلى هذا الدين وما أسهل هذا الدين. في المقابل أيضا من كان في قلبه ذرة من حب علي دخل الجنة ولا تمسه النار، وإن فعل كذا وزنى ولاط وارتكب كل الفواحش والمحرمات. هل هذا دين؟ هذا ليس بدين، هذا فسق، هذا فجور، هذه خيانة، هذا تغيير، هذا شيطان، هذا دجال. أقول سلام الله على أم المؤمنين عائشة حيث تنبأت بافتراءات ابن تيمية على الله تعالى وبأنه قد أعظم الفرية على الله بزعمها أن النبي محمد أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه في المعراج وأنه يرى ربه في القيامة، بل قال بما هو أعظم وأفظع وأفحش وأفحش الفرية بزعمها أن الناس يرون ربهم يوم القيامة. وكذلك قد ألزمتهم الحجة لابن تيمية ولأتباعه وكشفت عن أنه كل منهم قد أعظم الفرية على الله بزعمهم أنه قد رأى الله شابا جعدا قططا أمرد عليه نعلان. لقد قسمت رضي الله عنها ظهر التيمية وتجسيمه الباطل، وقد ألزمته الحجة الدامغة بالأصل الإلهي القرآني المحكم الذي يرجع إليه كل متشابه قرآني فضلا عن غير القرآن. فقالت للشيخ التيمية: أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ في مسلم كتاب الإيمان عن الشعبي عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة. إذن هذا مسروق أبو عائشة. إذا عن الشعبي عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: أولا من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ابن تيمية قد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. تقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال من؟ مسروق. قال مسروق: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ التفت جيدا، يقول: ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ محاججة واضحة، محاججة مبسطة بديهية لا غبار عليها. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك. سألت من؟ تقول: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هو جبريل، لم أره على صورته، أي لم أره جبريل على صورته، إنه جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت عائشة: أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقالت أيضا: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقالت أيضا: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. انتهت الرواية وانتهى كلام أم المؤمنين عائشة، وقد بينت بأن
ابن تيمية قد أعظم على الله الفرية، لأنه ادعى بأن النبي قد رأى ربه بهيئة الشاب الشابة بتلك المواصفات التي ذكرناها. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.